صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروقان على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل حاجه كلنا بنحبها من صغير لكبير، حاجه حلوه. النهارده هنعمل زلابيه لقمه القاضي، مش هتفرق المسميات، هنحط عليها بقى صوص فراوله، وايت شوكليت، دارك شوكليت، برضه مش هتفرق. المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. الخميره هنا اهم نقطه لازم نركز فيها، شويه ميه سخنه وندوب مع الخميره السكر ونقلبهم ونسيبهم 10 دقايق على جنب. الخميره اتفعلت يبقى كده ايه، هتظبط معانا الدنيا. نركز في الحته دي عشان دي اللي ممكن تبوظ لنا المكونات اللي احنا هنحطها كلها. تمام، انا واثق بقى في الخميره بتاعتنا. في بوله بقى هنزل بالدقيق، دول 3 كوب دقيق، واحط 3 معالق نشا ومعلقتين سكر بودر، معلقتين لبن بودر، ومعلقه خميره كبيره، وهاخد معلقتين كاستر، وهاخد رشه ملح، وهاخد 3 معالق زيت كبار، واخر حاجه الفانيليا. نضرب بقى المكونات دي كلها وننزل بالميه الدافيه واحده واحده. تمام، بالتدريج كده ونقلب. ممكن نعملها في عجان، ممكن نعملها بمضرب كهرباء، ونقلبها بقى كويس لحد ما ايه، ما يكونش فيها اي خرز. ده فيها دقيق، بص هنا لسه فيها كتل دقيق. غطيها بقى برول ستريتش او بفوطه واسيبها حوالي ساعه في مكان دافي. تمام، يلا بينا. بصوا بقى الحلاوه بعد ما خمر، اهو كده الخميره بتاعتنا شغاله عشان انا واثق فيها. انا بقى اشيل الكلام ده، هنا برضو مرحله مهمه، ابدا اطلع الهواء. ودلوقتي نيجي بقى لمرحلة الصناعية. احنا ممكن نعملها بطريقتين، نعملها كده، وممكن نجيب في كيس حلواني ونحطها ونقص بالمقص على طول. هنجيب طبعا معلقة صغيرة وبولة فيها زيت ونبدأ. يلا طبعا نجهز المعلقة معانا وتكون محطوطة في الزيت، ناخد قطعة قطعة كده وننزل. طبعا نكون سرعة بقى ايه على النار ونقلب بسرعة وما نسيبهاش. الزلابية هتستوي على مرتين. تمام، اول بس ما تحمر كده شويه نطلعهم بقى على كده ونسيبهم يستريحوا ربع ساعه نص ساعه عشان هي بتستوي على مرتين عشان تبقى كريسبي كده ومقلمشه. طبعا في اشكال مش مدوره شويه بس مش مهم، يعني هتتاكل. وننزل بيها بقى المرحله الثانيه، تاخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا عارفينه. خلصنا الزلابية، هيطلع 2 3 10 شكلهم كده شكلهم كده عشان البداية بس بتاعت ايه الايد. فاحنا بقى نبدأ نقدم الزلابية. احنا ممكن ناكلها كده ونعمل السيرب او الشربات وننزل فيه ونطلعها على جنب كده تبرد، تبقى الزلابية اللي احنا عارفينها. بس احنا هنقدمها نوتيلا، سكر بودر، وايت شوكليت، حاجة اخر دلع. فاحنا ايه نبدأ كده بالراحة. التانية بقى نحطها في الوايت شوكليت. ايه ده؟ تاني بقى صوص فراولة مع الهادي يا زبادي، والأخيرة بقى سكر بودر. هنا بقى شوكليت شيبس كده، وعلى الشوكولاتة فارماسيل. طبعا الشوكولاتة هنا تقيلة عشان هي نوتيلا، بس حاجة سهلة بسيطة. بكوبايتين دي عملنا 4 أطباق زلابية، وفي شوية كمان هنا غير بقى ايه، في كام واحدة عملت كده عملت كده لحد ما ظبطنا الشكل بتاع الزلابية. ناكلها كده ناكلها كده براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. انا كده خلصت حاله الزلابيه، يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.